انت بتحب الاهلي ولا الزمالك يا ميسي؟ لا انا بطلع على النبي اهلاوي. اهلاوي. الحمد لله الحمد لله، عشان خاطر يعني الزمالك الفتره الاخيره دي. والله انا تعبت معاكم بقى، يعني حتى القرود زمالك اهلاويه. خلي كريم يتقهر كمان. دي الغابه كلها اللي انا كنت عندهم يعني أهلوية. كلهم اهلاويه يا عم. طبعا ما اللون الاحمر هنعيش من غيره ازاي؟ وتيجي نطلع فاصل بقى يا عم بقى. نطلع فاصل وبعدين جيبوا لنا حاجه ناكلها كده ولا انا عايز اجيب اللي بيلعبك اتكلم معاه شويه. عم مناوشي؟ الراجل ده 10 على 10.